السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت نعمل فيديو باش نوضح لكم بعض النقاط على التدوينات اللي هبطت وعلى ردود الأفعال اللي صارت. عن المشكلة الأولى في تونس، الأغلبية وقت نناقشوا موضوع معين ولا نطرحوا مشكلة معينة، الناس ديما تشخصن السؤال ولا الموضوع ولا المشكلة هذيك، وما تمشيش تحكي في صلب الموضوع، يعني في صلبك المشكلة هذيك ولا الفكرة هذيك تعجبك ولا ما تعجبكش، ولا أنت مخالفها ولا عندك أفكار أخرى مخير، لا تمشي تشخصن العبد، معنى العبد اللي قال الكلمة ذيك واللي طرح الموضوع هذاك، تمشي تسبه. كما احنا واحنا صغار وقت اللي يجيب لنا الأستاذ مثلا موضوع معين، ما ندوش نقوله والله الموضوع هذا الأستاذ نجمو نناقشوا فيه وكذا وكذا، لا نمشي الأستاذ هذاك به وعليه وصعيب وخايب وما عرفش شنو وكذا. ديما عندنا المشكلة هذيك. يعني أنا طرحت الموضوع الأول، نحب أقول لكم حاجة، التدوينة اللي هبطها الأولى اللي قلت لهم تتلفت تقول له معناها غض البصر، لكن تنسى اللي هو قال له أصر نفسك يعني الله، هو حبيت نبين فيه سكيزوفرينية اللي يعيشها الشعب التونسي، مرأة ولا راجل، كما يقولوا معناها حاشاكم اللي يسكت يتقرع يقول الحمد لله، فهمتوا؟ والمرأة تستعمل مصطلح انت حره راه، انا جو سوي با كونتر، وعمري ما كنت ضد انها حريه المراه وتعمل اش تحب وتلبس اش تحب، انت حره، لكن وقت واحد يغزر لك ولا واحد يعمل لك غمارك على لبستك ولا كذا، تنساش حاجه اللي انت عايشه في مجتمع اسلامي، مهما تكون الظروف ومهما تكون تحكوا عليه انتم تفتحوا كذا، رانا نقعدوا ديما مجتمع اسلامي شرقي. الحاجه الثانيه، انت استعملت مصطلح ديني اللي هو غض البصر، يعني انت في حاجه كما هذيك استعملت مصطلح ديني وتنسى الباقي نتاع قواعد نتاع الدين هذيك، يعني كانك وقفت لويل للمصلين وبوان. المصطلح الديني هذاك ما يمشي مع كيفاش يقولوها مع اللي قاعده تعمل فيه، دونك نستعمله لكن ننسى القوانين الباقي. التدوين اللي عملت هذيك حبيت نحكي في الموضوع هذا نتاع سكيزوفرينيه، يعني انا حبيتك انت تلبس اش تحب وتعمل اش تحب، ما نحبكش تستعمل مصطلحات دينيه باش تدافع على الشيء هذاك لانك تعمل فيه، اذا ندخلوا في المصطلح الديني باش يولي حرام. كيما الراقصه اللي قالت لك نشطح ليل ونهار وهي تشطح عليانه، معناها شبه عليانه كما نقولوا، تشطح قدام الرجال، تشطح قدام الرجال السكاره، ومن بعد تروح تقول لك نصلي ونعرف خير منك يا شيخ. نسيت قوله الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من لم تنهه صلاته فلا صلاه له. به هذا علاش هبطت التدوينه هذيك، حبيت نوري السكيزوفرينية اللي عايشين فيها الرجال والنساء التونس، وخاصة انسانة تو ووقت تتخنق وتتغسر وما تلقاش معناها فين تجاوب، يا اما تولي تسب ولا تولي تقول لك انت طبيب وما نعرفش شنو وانت كذا، يعني خرجت على الموضوع جملة، يا تجاوب يا تسكت. مانيش ضد المرأة تعمل اش تحب وهي حرة وكل واحد كما يقولوا يتحاسب، لكن ربي زاد قالنا النهي على المنكر. وقت اللي انا نجي نقول لك كلمه كما هكاكه ولا نفكرك بدينك، تاكد راني اقمت عليك الحجه قدام ربي، يعني يوم القيامه وقت اللي باش تجي تقول لا ما في باليش وحتى واحد ما قال لي لا قالوا لك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، وقت اللي هبطت الفيديو نحكي على المراه اللي معناها قالت نبنا نلبس عريانه، الراجل خزر لها قال لها انا حرك فيا، معناها نتحرك معناها كي نشوف مراه عريانه وكذا، قالت له انت برا شوف بسيكاتر. حبيت نوضح لكم حاجه، علاش ما نفكروش بعقولاتنا شوي قبل ما تجو تسبوا ولا قبل ما تجو تناقشوا ولا قبل وحده قالت لي تدعو للاغتصاب وكيف الاغتصاب نتاعك، وانا نحكي على انك انت وقت اللي قلت لك الشخص هذاك انت مريض نفسي، انت لك غلط، ماهوش مريض نفسي، المريض النفسي لو حاجه اخرى، هذاك انسان طبيعي، إنسان طبيعي من الناحية العلمية الحيوانية. نتخيلوا احنا باش نفهمكم السيتياسيون باش تفهموها، على خاطر ثما برشا عباد حتى تصب لها بالقمع ما تفهمهاش ما تفهمش. تخيلوا احنا نتوجدوا في مجتمع لا فيه قانون لا فيه دين لا فيه أخلاق، ما فيه حتى شيء، ما ثماش، عايش كما الحيوانات، ناكل ونشرب ونرقد. كيفاش باش تكون الحياة؟ نتخيلوا الإنسان اللي عايش في غابة قبل، ما نحكيش على توا 21 وكذا، لأنه الدين ولا الأخلاق ولا القوانين ولا القيم
تتغير مع الزمن، وثاني حاجة وقت الإنسان تخلق على الأرض ما كانتش موجود الدين والأخلاق. منش ندخل في أنه سيدنا آدم ربي على وقت هبطوا على الأرض هبطوا بالدين متاعه وهو نبي. نحكو بفكرة نتخيل ونحاولوا باش نتخيلوا مع بعضنا اللي ما فماش لا دين لا حد شيء، لا أخلاق لا قانون لا حاكم لا حبس لا محكمة لا حد شيء. تخيلوا مجتمع هك ما فيش وهذاك الكل، شنو باش يصير؟ علميا باش يرجع الإنسان للحيوانية متاعه. إذا هو ولد ولدك يولد ما عندوش حتى قانون يحكم فيه، كيفاش باش يتصرف؟ من ناحيتين نحكي المرأة ورجلنا، تخيلوها. وهذيك هي الحيوانية للني اللي موجودة في الإنسان، اللي هي البحث عن اللذة، اللي هي كما الأكل لذة، كما النوم لذة، كما الجنس لذة، كما حب الامتلاك لذة، يولي يرجع لللذة متاعه. افهموا مش نحكي راهو قرن 21 واغتصاب، حاولوا باش تكونوا واقعيين. وهذه ساعات نشوفوها في الحروب، كما مثلا في الحرب العالمية الثانية وقت اللي دخلوا الفرنسيس والأمريكان وكذا البرلين، العدد متاع النساء اللي تقتلت وتصبت وكذا، علاش؟ خاطر وقتها الجندي في الحرب هذيك وفي الحالة هذيك يحس هو ما فماش قانون يحكم فيه، يعمل اش يحب، يدخل القرية يعمل فيها اش يحب. فهمتوا؟ ينجم يقتل، ينجم يحرق، ينجم يغتصب، ينجم يعمل اش يحب. حتى واحد ما باش يقولوا فاش قاعد تعمل. وكل عودة هذيك وكل جرائم تاع الحروب تصير هذيك هي عودة الإنسان للحيوانية، لأنه ما فماش قانون. رغم اللي ثم بعض الجنود مثلا ما يعملوش هكاك ويشكوا بزملائهم اللي عملوا كذا، على خاطر قعد محافظ على الإنسانية اللي فيه. اللي الإنسانية كي تسألني تقول منين جات؟ من جات من وراثة، لكن وفون دو لوي حتى هو راهو كي تنحي اكل القواعد وتنحي اكل القوانين وتنحي اكل السلطه اللي موجوده عليه الاجتماعيه والقانونيه، وتنحي السلطه الدينيه والواعز الديني، يرجع حيوان. حاول تقعد وحدك يا مدام اللي تتهم فيا باني ندعو للفيول ما عرف شنو، حاول اقعد وحدك وفكر فيها علميا. قول لو كان ما فماش قوانين جمله، ما فماش عادات وتقاليد، وما فماش قيم، كيف ستكون حياتك في المجتمع؟ كيفاش باش تكون حياتنا مع بعض؟ وهذاك علاش ربي وقت يخلق الانسان خلق له اكل قواعد وهبطهم مع ادم والقوانين هذوكم باش يخرجوا من الحيوانيه، باش يولي انسان كامل. لانه الانسان فيه الحيوانيه وفيه العادات والتقاليد والمخ والقوانين والمعتقدات، باش يخرجك الانسان من حيواني. هذاك علاش ربي هبط لك الدين هذاك، هبط لك القواعد، هبط لك الاخلاق، احترام كذا، ما تخزرش، ما تشوفش، ما تعريش روحك، ما تعملش كل حاجه هذيك، لانها تنجم ترجع فيك اكل حيوانيه. نتصور ساعات كلامي صعيب على برشا عباد، وان شاء الله يحاولوا بالفيديو هذا يفهموا شنو نحب نقول وشنو نحب نحكي. وان شاء الله استاذ الفلسفه اللي كتب لي هذاك ان شاء الله يجاوبني ويشوف تراه زعما كلامي في المستوى ولا لا. دونك انظروا انتم ساعات تفرجوا في الحيوانات، ساعات تشوف الاسد نقولوا ملك الغابه، وقت اللي يغلب اسد اخر ينتصر عليه ويفك القبيله اللي متكونه معناها من برشا اناث، اول حاجه يعملها شنو هي؟ هو يمشي يقتل الاطفال، معناها السيوده الصغار اللي مولودين ماك السيد الاخر. احنا كناس نشوفوها توحش وحيوانيه وما تجيش، لكن هو الاسد الحيوانيه نتاعو تقول له اقتل اك الصغيرات هذوك. هو معناها كي ندخلوا في العالم نتاع الحيوان ونعيشوا معاه كان احنا حيوانات كيف، حاجه عاديه، لانه هو ما عندوش قيم، ما عندوش اخلاق، عنده هرمونات وعنده حوايج اني ربي حاطهم فيه لعلم ولحكمه باش يتصرف بك الطريقة هذيك، واللي هي الحيوانية. وهذاك الفرق ما بين الإنسان والحيوان، هو ربي أعطاناك الدين وأعطاناك القواعد باش احنا نطلع على الحيوانية. وعلى قد ما تبعد عليك الدين وعليك القواعد الأخلاقية هذيك الكل، راك تولي حيوان. هذا ايش نحب نقول. ونحب نقول حاجة أخرى،
مشكلتي ما هيش مع المرأة اللي تعرف في روحها، ولا مع الراجل اللي يسكر، ولا مانيش كما يقولون نهضاوي ولد إسلام هو النهضة. أنا مشكلتي مع الناس اللي تحب تحلل الحرام، مشكلتي مع الناس اللي تحب تحلل الحرام وتحب تدخل حوايج في الإسلام بالسيف. هذه مشكلتي. أعمل إيش تحب، أسهر، اسكت، أخرج عريانة، غني، أنا نغني معاك ما يهمنيش، لكن ما نجوش نقولوا بعد تي لا حلال لك، تي ربي غفور رحيم. تي لا نعرف ربي غفور رحيم، لكن ربي زاد قال لك هاو القواعد، وربي غفور رحيم للتوابين، ولا للتوابون، سامح للتوابين، ربي غفور رحيم للتوابين. علاش ربي غفور؟ لك الإنسان اللي كان يعمل في حاجة وتابع لها وما رجع لهاش واستغفر مولاه، مش يعمل فيها ونكمل فيها ويزيد يمكن يضرب في الإسلام ويشوه فيه، ومن بعد يقول لك تيتا وربي يغفر لي. كمان تصورش. دونك هذا كلامي حبيت نوصله لكم، حبيت نفهمكم راهو مانيش ضد انك تلبس ما تلبسش، تتعرض ما تتعرضش ما يهمنيش فيك، لكن ما تجيش تقول لي حلال، ولا ما تجيش تقول لي تقد. واضح؟ دونك هذه هي الفكرة متاعي، وإن شاء الله وصلت يا ربي.